بالنسبة للشعار وصل يوم أمس من الاتحاد الدولي عفوا، بعد أن يعني تأخر لمدة 3 أيام بعد تسديد ديون اللاعبين، وأخص بالذكر يعني اللاعب البرازيلي وبعض اللاعبين الأجانب ولاعب أوروبي أيضا، تم تسليمهم دفعات، وأيضا تم إرسال الإشعار من قبل اللاعبين للاتحاد الدولي، بالتالي الاتحاد الدولي بعدها أرسل إشعار للاتحاد العراقي بعد أن تسلم رسالة من اللاعبين باستلامهم مبالغ من نادي ديوانية. نعم، أبلغكم شيء؟ نعم، الاتحاد بعد هذه التطورات أن أنتم باقين بالدوري لو ما باقين كنادي الديوانية؟ الاتحاد أصدر قرار بعدم يعني مشاركة الأندية المرخصة، وفي حال تأخر يعني وصول إشعار الاتحاد، لكن بعد القرار بيوم واحد الاتحاد أرسل الإشعار، بالتالي فإن القرار غير نافذ، والديوانية مؤكدا سيكون موجود بالدوري الممتاز. الإشعار وصل يوم الجمعة، فبالتالي الاتحاد تعرف مخاطبات والدوائر وعطلة، لم يعني يردنا أي كتاب من الاتحاد. هذا ما سوق للإعلام أستاذ علي، بس أنا المعلومات العدي أنه السيستم انغلق ووصول الإشعار كان بوقت متأخر، فبالتالي شنو الحل أو شنو الإجراء اللي سواه اتحاد الكرة بالتحديد؟ هل هناك موقف للكابتن يونس محمود لإبقاء نادي الديوانية بالدور الممتاز نتيجة صداقته مع سامر بكل صراحة ووضوح؟ السيستم يعني لم يغلق بالنسبة لنادي الديوانية، يعني أكملنا السيستم قبل إغلاقه بساعتين، أكملنا كل شيء، أكملنا المستحقات المالية وأكملنا حتى تسجيل اللاعبين، وبالتعاون مع الأخ أعتقد الأخ طاها من دهوك مع الكابتن سامر سعيد، والاتصال باللاعب الدولي، وفي بنفس اليوم قبل إغلاق السيستم بساعتين تعاون معنا الاتحاد البرازيلي، تعامل يعني بشكل رائع، وكان بفضل كبير من وتحركات من قبل كابتن سامر سعيد بالتعاون مع الأخ طاها أعتقد وأكملنا، يعني الكل كان متوقع أن الديوانية لا يستطيع إكمال ملف التراخيص ولا يستطيع إكمال يعني شرط تسديد الديون، وسيغلق السيستم بوجه النادي، لكن الحمد لله قبل ساعتين من إغلاقه تم إنهاء كل شيء بفضل الله أولا، وأيضا بتحركات الكابتن سامر سعيد. أما بخصوص الكابتن يونس محمود وقربه وصداقته من الكابتن سامر سعيد فهي ليست بجديدة، ولا يعني ليس أنا شخصيا ليس لدي علم بمدى تعاون الكابتن يونس أو عدم تعاونه، ربما هم شو يعني ما عندك علم أستاذ علي شخصية. أنت الناطق الإعلامي بالنادي، ما أبلغك الكابتن سامر أنه ليونس موقف إيجابي مع نادي الديوانية؟ لا، ما موجود مواقع التواصل الاجتماعي وما يعني قرأنا من منشورات بسبب قرب يونس محمود الكابتن يونس محمود من الكابتن سامر سعيد وقرأت الكثير، لكن شخصيا الكابتن سامر سعيد يعني لم أسأل الكابتن على هذا الموضوع، وأيضا لم يكن هناك حديث بخصوص هذا الموضوع نهائيا. يعني أنت فقط قرأت الموضوع على السوشيال ميديا؟ أنا لدي قناعة بوجود علاقة بين الاثنين والكل يعرف، لكن شخصيا من الكابتن سامر سعيد لم أستمع بوجود هكذا، ربما موجودة لا أنكر ذلك، وربما غير موجودة أيضا. طيب، لا أنكر ذلك. طيب، الاحتمالات طيب موجودة. طيب، أنتقل للكابتن. وحتى وأن وجدت مساعدة من الكابتن يونس. نعم حتى وأن وجدت مساعدة من الكابتن يونس، كمل أستاذ علي. حتى وأن وجدت مساعدة أعتقد نادي الديوانية يستاهل أستاذ علي. أكيد تستاهلون، أي نادي بالعراق يستاهل، بس إحنا نتحدث عن كل الأندية.